آخر التقارير اللي وصلت على مستوى العمل بالشركة للأسف كانت دون المستوى المطلوب، وهالشي بيطلب منا دراسة لعرض الشراكة الأمريكية، وبدي خبرك إنه هالشي بيطلب منا الرد بأسرع وقت على طلبهم. إلي لك لا تلمسني، بعد عني، خلص تكني بعد. ممكن نعرف شو جوابك؟ أي جواب؟ أستاذ، عم نحكي عن عرض الشركة الأمريكية، شو رح نرد عليهم؟ طلعت على رسالتهم والجماعة ناطرين جواب. بس الشركة ما قبلوا بالشرط اللي تقدمنا فيه بجوابنا الأول، ما هيك؟ إيه أستاذ، ما قبلوا بهي الشروط، ومبين إنه ما رح يقبلوا فيهم. بعد جواب بالرفض. مثل ما بدك، بس في موضوع تاني إذا بتسمح لي. نحكي بعدين بالموضوع. الاجتماع انتهى. في خبر بالجريدة. ايه، بفضل تشوفه. شو هالشي المهم؟ مو هاد اخوها لإيلين؟ اي نعم. بتروح فورا وبتأملهم كل شي بيلزمهم، أكل، شرب، حتى لبس، وبيت يقعدوا فيه. حاول إنك تفهمني شو أصل الموضوع. حاضر.